يا صبرك يا أيوب، شو بهون عم بجقروني هيك يا شوشو؟ حسن علاء الدين المعروف بشوشو، شخصية أثرت فيي كثير من أنا وصغير، شخصية كنت تبعها على التلفزيون الأسود والأبيض، كنت بمثابة رسوم متحركة إلي. كنت ايام ما يكون معي اعلى الصوت، ما اعلي الصوت، ما يكون جاي الاذاعه مزبوط، بس شوف حركاته هيك كان يضحكني. ما كنت اعرف ليش كبرت وجربت اكتشف ليه هالانسان كان هالقد صدقه وهالقد يضحكني انا وصغير. طلع لانه حقيقي، طلع لانه ما عم بيمثل، عم بيعيش حياته على المسرح وحياته على التلفزيون. أثر فيي لأنه كان حلمه يغذي حلمه بكل شيء، يعني يعطي حلمه كل شيء بده إياه، لأدى أنه بالنهاية أنه خسر حياته كرمال حلمه. أثر فيي بهالناحية. وبالنسبة ل إيه، في خبرية بعرفها لشوشو أنه بيوم من الأيام قرر أنه يبني مسرح، وهالمسرح يبني حلمه. بنى هالمسرح وصار احداث بالبلد، دمر هالمسرح ودمر حلمه. تعرض لشوشو لضعف نفسي بعد ما كان حاطط مجهود فكري ومالي ونفسي ومجهود كامل، ادى انه موت شوشو ورحيل شوشو. حابب اقول له، وما حدا واقف حده لا فقير ولا غني، حابب اقول له غنية هيك. لي لا 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 لا، شو هالايام اللي وصلنا لها، قال انه غني عم بيعطي فقير، كانه المصاري قشطت لحالها، عهيدا نتفي وهيدا كتير. شو هالايام اللي وصلنا لها، قال انه غني عم يعطي فقير، كانه المصاري قشطت لحالها، عهيدا نتفي وهيدا كتير. حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن بالفجرية، بيقولوا لك من عرق جبينه طلع مصاري هالإنسان، طيب كيف هيدا وكيف ملايينه ولا مرة شايفينه عرقان. يا سلام يا سلام سلم. الله يرحمك ترابك يا شوشو وتعيشه، وإن شاء الله نتعلم من هالإنسان الطموح والإصرار على الحلم لنوصل. Thank you. رافائيل بفتكر انه نقى يحكي اليوم عن شوشو لانه هو حقيقي مثله، الطريقة اللي حكي فيها كانت مبينة جاية من القلب وكتير جانيون وحقيقي. اما بالنسبة للصوت بين انه شوي تعبان صوته اليوم لرافائيل بعد رجعي من السفر، بس انه انا سمعته صوت شوي منو بيور، مش عم بيرن 100%، فيه شوية نزال والعالي ما قدر يسيبهم مزبوط لانه كان مسكر تمه كومبليتلي، شادد على الحنك وعلى سنينه. بده يتذكر دايما رافائيل انه بده يرخي الفك الارتيكولاسيون تبع الحنك تا يقدر يرخي مزبوط ويقدر يفتح تمه مزبوط ويكب صوته لبرا، يعني يرخي ويخلي صوته فوق بلا ما يفوت بالنزال، لأنه شقلة الصوت شيء ونفوت بالصوت النزال شيء تاني. يعني بده يقدر يفرق مزبوط بين البوزيشن اللي هو الاثنين بوزيشنز، وهو مرخى بلا ما يشد بذات الوقت. بدي أقول الشغلة الإيجابية لرافائيل، أنا أقول منين جايب كل هالهضامة وديفلوبي يعني متطورة. تري قد ما شايف هو صغير المسرحيات تبع شوشو، هلأ شفته قدام سلمت قلبه 100 مرة. شوشو
من العباكرة يلي الناس نسيته، ونحن بهني الأكاديمي يلي دخلت تلاميذ من هالشكل إذا يرجعوا يتذكروا الفنانين الكبار يلي إلهم قيمة. بهني لرافائيل من هالناحية. أكيد صوته اليوم ما لبي، بس عادة صوته كتير حلو، صوت بيعطي كل شيء، بس في شوية تعب بالصوت. أول شيء بدي قبل ما نحكي عن رافائيل بدي يعني هيك ودي سلام لروح شوشو هالفنان المنهزم من بلادي اللي هزمته الحرب وهزموا المجتمع وهزموا الفقر، وكان كتير حلو اختيار الأغنية اللي اختارها رافائيل تيغنيها لشوشو، انه لك هالأيام يلي هيدا معتبرينه فقير وهونيك واحد غني وهيدا مات من القهر لأن ما معه يصلح مسرحه، لك هالأيام يعني هالجمعة اختيار شوشو والأغنية وفكرته وفكره لرافائيل كان اليوم أهم من تنفيذه، لأنه واضح لأول مرة بشوف رافائيل مشتت شوي لأنه تعبان، مثل ما إيهاب كان صوته كمان، أنه مثل ما سوري محمد كان وإيهاب كان أصواتهم شفناها تعبانة. أنا بالنسبة لإلي بحب هالصبي قديش عم يتطور وقديش عم يشتغل، هلأ قدي رح يوصل، قديش رح يجابه يمكن الأصوات اللي الله خلقها أكبر منه برفقاته، ما بعرف، بس هو من الشباب مثل محمد مثل ما قلتي مثل إيهاب، هو هودي ناس فاتوا عاديين وتطوروا، وأنا بحترم هالأشخاص يلي تطوروا هيك وبعدهم لهلأ عم بسابروا ويلاقوا أفكار حلوة يعطونا إياها. أنا بالنسبة لي تأثرت كتير باللي عمله رافائيل، يمكن لأنه نقطة ضعفه هو المسرح. بهني لأنه ما تحجج بالتعب رغم أنه مبين أنه تعبين، هو وإيهاب اتنيناتهم واضح أنهم تعبانين. يعني رافائيل اللي عمله هو جهد على أنه يفوت بشخصية هيك لبقى لشخصية شوشو، يعني هيك بلش يقلد أول جملة وبعدين كيف كسر، والطريقة يلي حكينا فيها بكل بساطة واضح كيف كبر وكيف تأثر فيه. حبيت كتير يلي عمله لأنه اختار المسرح طبعا، واختار يعني أجمل شيء قال كيف أنه هالإنسان مات لما تهدم مسرحه، وحبيت كتير الأغنية اختيارها والنهاية وكيف استعمل حتى يلي استعمل طربوش للإيقاع، لقيته كتير ذكي كتير بسيط، ورافائيل إجمالا أحلى من أحلى إيفاليت بيقدمون. أنا اللي بحبه برافائيل هو إصراره، لأنه أنا إذا بدي أجي راقبه من أول ما فات لهلأ بشوف إنسان عم يتطور من كل النواحي، حتى اشتغل على شخصيته وعلى فكره، منحس في نضج أكتر من أول رافائيل شفناه بأول برايم. بدي أقوله أنه رافائيل عنده براسه أفكار غنائية كتير حلوة، بس يمكن صوته مش دايما بيلبيه، يعني إمكانياته الصوتية ما بتلبي له إحساسه وفكره بالغنى. هيدا الشيء مثل ما قلت، يعني هيدا سبحان الله تبقى يعني موجودة بالإنسان موهبة فيه، بس المنيح برافائيل اليوم اللي عم يعمله هو أنه عم يشتغل على هالموهبة قد ما فيه تينميها ويكبرها تتصير فعلا بمستوى يلي هو بحب يوصلنا إياه. إن شاء الله يقدر يلحق حاله يعمل شيء، وبهالوقت أنا بنصحه أنه يضبط هالأفكار اللي عنده إذا مش قادر ينفذها، تما تكون عم بتخليه يضعف بالمغنى، قد ما في يضبط حاله ويفرجي نقاط القوة اللي بصوته، تما نحس أنه بمطارح تفركش أو مش عم يقدر يوصل الفكرة بأمانة، وأكيد إن شاء الله بيقدر يحقق يلي هو بيتمنيه.